الآن بعد ما شرحنا مفهوم البرمجة الشيئية، وبعد ما شرحنا مفهوم الأصناف والكائنات والفرق بينهما في جافا، نيجي الآن للتدريب العملي الأول، وهو بناء واستخدام الكلاسز. راح ننشئ كلاس جديدة باسم student. هي السؤال أمامنا، أنشئ نوع جديد باسم student، تتمكن من خلاله من تمثيل أي طالب بالكلية مع توفير الدوال التي تمكننا من التعامل مع بياناته. في عندي 3 خطوات للعمل. أول شغلة لازم أفكر، تمام، بعدين أخطط، بعدين أنفذ. إذا في مرحلة التفكير، في هذه المرحلة من خلالها سيتم البحث والتفكير في الطالب اللي هو الشيء أو الكلاس الجديد اللي أنا بدي أنشئه بشكل عام، وما هي مواصفاته. التخطيط، راح نفكر في هذه المرحلة في الخصائص، وإيش أنواع الخصائص، وإيش الأكسس موديفاير تاعتها، أنا نفهم إيش الأكسس موديفاير، وكمان إيش الطرق اللي من خلالها راح أنا أتعامل مع الطالب، إيش المدخل والمخرج لهذه الدوال أو هذه الطرق، والتنفيذ اللي هو كتابة الكود نفسه اللي أنا اشتغلته في مرحلة التخطيط. إذا الطالب كطالب لازم أفكر في إيش؟ في خصائصه في الأول، اللي هو اسمه الأول مثلا واسمه الأخير، هذا يعتبر خاصية. إذا بفكر في الخصائص والدوال بتاعته، ففي الأول اسمه الأول واسمه الأخير، هذا أول خاصية. رقمه الجامعي خاصية جديدة برضو، المستوى الأكاديمي أيضا خاصية، البرنامج الأكاديمي اللي تابع له وبرضو خاصية، رقم تليفونه خاصية، إيميله خاصية، الحالة تاعته، هل هو مثلا مسجل، منسحب، مثلا مؤجل، هذه تعتبر أيضا خاصية. الآن الدوال تاعته زي مثلا دالة لطباعة كل بياناته هذه، يعني هذه بيانات لما بدي أطبعها بدي أستخدم دالة عشان أطبعها، ففي دالة اسمها طباعة البيانات، في دالة اسمها تغيير بيانات. طبعا كل بيان من هذه البيانات لازم يكون في دالة لتغيير بياناته، يعني دالة لتغيير الاسم، دالة لتغيير الرقم، يعني في عندي مش بس دالة واحدة، هذه يعني هذا لا تمثل دالة واحدة، انما مثلا كل خاصية ممكن اربطها بدالة لتغييرها. اقترح ايضا مزيد من الصفات والسلوك او دوال، يعني هذا تمرين اضافي، يعني تقدر تضيف انت كيف ما بدك خصائص، كيف ما بدك دوال. الآن المرحلة اللي بعد هيك، راح نحول هذه الخصائص اللي احنا كتبناها وفكرنا فيها، راح نحولها إلى attributes، وراح نحدد نوع attributes هذه، أو يعني نوع المتغيرات هذه. فمثلا last name بدنا نكتبه زي هيك، last name هي اسم المتغير ونوعه بده يكون string، first name بده يكون برضو string، student ID بده يكون string برضو، نفترض يعني رقم الطالب نخزنه كسترينج برضو. الليفل اللي هو يعني هايو المستوى الأكاديمي، يعني في أي سنة هو، هو سنة أولى أو سنة تانية مثلا أو ثالثة أو رابعة مثلا، فهو رقم يعني 1، 2، 3 أو 4 مثلا. البرنامج عبارة عن سترينج، التليفون ممكن نخزنه في سترينج برضو، الجندر ممكن نخزنه في سترينج، طباعة بياناته الدالة اسمها print info، ما بتأخذ إشي وما بترجع إشي، إنما بتطبعي فقط. دالة تاني مثلا update info، يعني لو نفترض أن نعمل update لكل البيانات في دالة واحدة، فأنا بلزمني رقم الطالب أو اسمه وما بترجعش إشي، هي بتغير البيانات. تمام، إذا كيف بدنا نشتغل الآن؟ تخطيط عمل المشروع كالتالي. في عندي student class، هذه الـ student class بده يكون فيها كل هذه الخصائص وهذه الدوال. وفي عندي الـ main class، ايش علاقة الـ student class بالـ main class؟ تعال نشوف. في الـ main class بقوم بإنشاء كائنات من الـ student class. طبعا انا الـ class هذه الـ student زي ما شفنا test class تكون مبنية وجاهزة الـ class هذه، وموضوع فيها خصائص وموضوع فيها الدوال. في الـ main class اللي فيها دالة الـ main، يعني في جوا دالة المين ايش بنقوم بنعمل؟ بنقوم بانشاء كائنات من هذه الكلاس زي هيك، يعني هذه الكلاس طبعا تقوم بتمثيل الطالب بمعلوماته كاملة، وهو مجرد كائن برمجي لا حياة فيه، وانما مجرد تخطيط وتمثيل زي ما شفنا. فعشان يكون في حياة فيه لازم انشئ منه كائن،
أنا رحت أنشأت مخطط للستودنت قبل شوي، ما أنشأت منه كائنات، يبقى ما استفدت منه، عشان أستفيد منه لازم إني أنا أنشئ كائنات. فمثلا هاي رحنا أنشأنا أوبجكت واحد، أوبجكت اثنين، أوبجكت ثلاثة، مجموعة من الكائنات. إذا الصنف الواحد بقدر أطلع منه مجموعة من الكائنات، قد ما بدي بقدر أطلع كائنات. طيب مين بيدير هذه الكائنات؟ إذا هذه الكائنات أو الأوبجكت التي يتم إنشاؤها من الكلاس، وهي كائنات حقيقية تحتوي على بيانات لتصف طالب معين، ويتم إنشاؤها داخل الكلاس، ويتم إنشاؤها داخل كلاس آخر غير الكلاس الذي تم اشتقاقها منه، للكلاس مين، المين كلاس. هذه الكائنات مين بيديرها؟ يقوم بإدارتها اللي هي المين كلاس أو الدالة الرئيسية اللي موجودة داخل المين كلاس. هاي عندي التنفيذ، راح نكتب هذا الكود الآن كمان شوي مع بعض. عندي بكتب كلاس جديدة اسمها student، طبعا بده يكون في عندها الخصائص اللي حطيناها قبل شوي، وهي الكونستراكتور. طبعا ممكن اكتب كونستراكتور، هذه بسميها instant variable. هذه المتغيرات المحلية الخاصة بالكلاس والتي تمثل صفات هذا الكلاس، ويكون لها حدود مشاهدة من خلال الاكسس موديفاير برايفت، يعني هذه ناخذهم من برايفت وببليك، يعني هذول برايفت يعني ممنوع حد يقراهم، فقط اللي بيقراهم اللي عنده الصلاحية، كيف؟ عبر الدوال. هذول التنين كونستراكتور، وهي دالة البناء أو دالة بدء الكلاس بنسميه، والتي من خلالها يتم إعطاء قيمة ابتدائية للكائنات التي يتم إنشائها. ليش دالة البناء تستخدم؟ دوال البناء تستخدم لإعطاء قيمة ابتدائية للكائنات إذا بدنا نعمل إشي ابتدائي، تمام؟ ومثلها مثل كافة الدوال يمكن أن يتم إنتاج صور متعددة منها. راح نشوف كيف نبني أكثر من كونستراكتور، يعني يكون في عندي أكثر من باني في الكلاس. وهي دالة الطباعة برنت، فيها جملة طباعة، طبعا مستخدمين الجي اوبشن بين، ممكن اطبع باستخدام سيستم دوت برنت. هذه دالة لطباعة بيانات الكائنات التي سيتم إنشاؤها من هذه الكلاس، تمام. وفي عندي دالتين بناء، دالتين تحديث overloaded method، أو في عندي دالتين لتحديث البيانات. في عندي دالة بأخذ منه ال first name وال last name ومنها بحدث البيانات، وفي عندي دالة تأخذ ال ID ومنها بحدث البيانات. طبعا دالتين بنفس الاسم، فعشان هيك بسموهم overloaded method. راح ناخذ ال overloaded method بالتفصيل أيضا، لكن يمكن بناء أكثر من دالة بنفس الاسم لكن المدخلات بتاعتها تختلف. إذا هذه دالة تعديل الاسم أو رقم الكائنات التي سيتم إنشاؤها من خلال الكلاس، عمل بأن لها صور متعددة لاختلاف طرق طريقة التعديل. هجيتها في داخل المين كلاس بأنشئ ستودنت جديد وبطبع بياناته، مثلا بستخدم كونستراكتور تاني لبناء الأوبجكت التاني اللي هو الستودنت التاني، وممكن أطبع بياناته، ممكن أعدل بيانات الستودنت الأولاني مثلا، يعني هذا تنفيذ. نعم. إذا بهذه الجملة يتم إنشاء كائن جديد اسمه ST1، معتمدا على القيم الافتراضية الموجود داخل student، داخل constructor أو الباني الرئيسي. لكن هنا يتم إنشاء كائن جديد مع إعطاء القيم من خلال اللي هي ال overloaded constructor، اللي هو الباني اللي بياخد قيم. في باني ما بياخد قيم، دالة بناء ما بتاخد قيم، في دالة بناء بتاخد قيم. بعد ذلك يتم التعامل مع ال ST2 كتعديل البيانات أو طباعتها، ممكن أتعامل مع ST1 أو ST2 باستدعاء الدوال عليها. طبعا هاي تدريب، أنشئ نوع جديد باسم كار، هذا واجب تقدر تعتبره، تتمكن من خلاله من تمثيل أي سيارة في بيئتك، مع توفير الدوائر التي تمكننا من التعامل مع بياناتها. الآن بدي أنشئ أنا كلاس جديدة بسميها نيو جافا كلاس، تسميها ستودنت. قلنا خلص بدنا نعتمد انه اسم الكلاس دائما كابيتال بده يكون في البداية اول حرف منه. هاي ستودنت، هاي كلاس فاضية ما فيها اشي، بدي احط فيها المتغيرات اللي تعرفنا عليها قبل شوي. فهي برايفت مثلا string last name، هذه الخصائص. اذا برايفت، اذا هنا انا انشأت كلاس، تمام، وحطيت فيها خصائصه اللي هي اللاست نيم والفيرست نيم والبروجرام والليفل. الليفل عبارة عن انتجر،
والاي دي والجندر اللي هو اما ميل او فيميل والتليفون، تمام؟ فكلهم برايفت حطيتهم، وكلهم حطيتهم جوا الكلاس. لاحظ انهم جوا الكلاس. الان انا بدي اعمل داله بناء، دوال البناء لهذا الكونستراكتور او لهذا الكلاس. فلازم انا اعرف داله البناء. طبعا داله البناء لازم تكون بابليك، ما في دوال بناء برايفت، لكن احنا بدنا نستخدم بابليك عشان نقدر نستخدمها من برا الكلاس. فدالة البناء الأولى بدي أسميها student. طبعا ما بترجع إشي الدالة student، ما بكتب إشي يعني حتى قبل student، زي بكتب public، بكتب اسم الكلاس student وبحط إيش بدها تاخد. أنا في الأول بدي أبني دالة بناء افتراضية فاضية ما فيها إشي. وجوه طبعا إحنا إيش مستفيد من دالة البناء هاي؟ دالة البناء الفائدة الرئيسية منها إعطاء قيم ابتدائية للمستخدم، أو إعطاء قيم ابتدائية لهذا الكائن، الكائن اللي أنا بدي أنشئه عن طريق دالة البناء هذه. فمثلا لما أنشئ طالب جديد باستخدام دالة البناء هذه، أنا إيش بدي أعمل في اللاست نيم والفيرست نيم؟ بدي أروح أعطيه قيم افتراضية. يعني مثلا لاست نيم، أوكي، بدي إياه يساوي لاست نيم، بس هيك يعني قيم افتراضية. يعني ليش؟ لأنه هذه عبارة عن دمي، نسميها دمي اوبجكت، يعني أو يعني اوبجكت افتراضي يعني، أو ديفولت مثلا، تمام؟ بالعادة هذا الكونستراكتور لا يتم استخدامه إلا في حال مثلا بدي أختبر أنا شغلة معينة، ويعني هذا للاختبار احنا بنعمله الان. هاي مثلا انتجر، عفوا الليفل، بدي تحطها مثلا قيمة سالبة سالب واحد، يعني مفيش ليفل لانه طالب افتراضي. هذا هاي اي دي بدي احطه مثلا نفترض 1 2020 مثلا 0000 مثلا، اول طالب مثلا، يعني قبل عشان اجرب مثلا هل كل الأمور تمام. هاي الجندر مثلا بحطه يا ميل يا في ميل، بياخد هاي ميل مثلا، تمام. وهاي التليفون بدنا نحطه ايش؟ صفار. الجندر فيها غلط، الجندر. الآن الكونستراكتور الحقيقي المفترض انه يكون هذا كونستراكتور افتراضي. بقدر ابني كونستراكتور تاني، وهذا الصح، انه انا اقدر اعمل زي هيك public student، تمام؟ وهذا كونستراكتور لانه اسمه بنفس اسم الكلاس وما في قيمة مرجعة هنا، خلاص، تمام؟ وبروح بحط، طبعا ما بينفع اكرر نفس الكونستراكتور بدون ما يكون ما ياخذ، كيف؟ لانه لما بدي انشئ انا اوبجكت جديد، زي ما شفنا في التست كلاس، لما انشأت اوبجكت جديد هاي في المين كلاس اعطيته اسم كونستراكتور. طب لما يكون في عندي اثنين كونستراكتور لهم نفس الاسم وبنفس القيم المدخلة، يعني هذا ما بياخذ شيء وهذا ما بياخذ شيء، ساعتها ايش بقول لك؟ الكونستراكتور is already defined، يعني موجود هذا الكونستراكتور. فكيف بدي اميز كونستراكتور عن كونستراكتور او دالة عن دالة، وخاصة انهم الاثنين الدوال التنتين هذول، وهذا يعتبر دالة يعني لهم نفس القيم المدخلة. التمييز بيتم عن طريق القيم المدخلة، لازم أغير القيم المدخلة. فمثلا أنا هنا بدي أخلي هنا string، أخلي ياخد string مثلا ln last name يعني فاصلة، زي هيك القيم المدخلة بحطها للدالة string fn، تمام؟ وهذه قيم مدخلة تسمى، هاي string prog، string L مثلا level أو live هيك، string اللي هم الخصائص، بدخل الخصائص أنا ال ID فاصلة string level، عفوا مش string level integer، فبنعمل integer string الجندر G مثلا أو جيم، تمام؟ فاصلة string تل. طبعا بحاول احط متغيرات
يعني مش نفس أسماء المتغيرات الخصائص تاعت الكونستراكت. واجي باخذ هذول كلهم هيك ناسخ حطهم هنا. الآن بدل هذه لاست نيم بتاخذ القيمة اللي بمررها المستخدم الآن، وهنا بتاخذ القيمة اللي بمررها المستخدم اف ان، وهنا بروج تمام، وهنا اللي هو الليفل. فهيك اللاست نيم اخذ القيمه المدخله، والفيرست نيم اخذ القيمه اللي جياني مع الكونستراكتور. اذا الكونستراكتور مره تانية يستخدم لاعطاء قيم ابتدائيه للطالب الجديد او الكائن الجديد، اما بقيم افتراضيه دامي هيك يعني غبيه يعني هيك بسميها دامي يعني غبيه تمام، او انه قيم حقيقيه. لا انا ببرر له القيم اللي بدي اياها تمام، هاي زي هيك last name first name program، يعني هذه قيم حقيقية باخذها من المستخدم من لما اجي انشئ الكائن بمرر له اياها وباخذها من هنا تمام. طيب هذا هو الكونستراكتور الثاني. اذا بنيجي في المين كلاس هنا، خلص هذا التست خلينا نعطله الكود هذا. نيجي هنا ننشئ student، شفتوا كيف student st مثلا واحد يساوي new، اي constructor بدي استخدم student، نفترض استخدم الدمي constructor او constructor الافتراضي الديفولت constructor، هاي new student. الان ايش راح يصير؟ راح يستدعي الدالة هذه اللي هي الدمي هذه تمام، اللاست نيم راح تاخذ هذه القيمة والفيرست نيم راح تاخذ هذه القيمة، لكن هنا انا ما بقدر اشوفهم، هنا ما بقدر اجي اشوفهم هذول الاس تي واحد. لو قلنا دوت ما بقدر اشوف الخصائص هذه، شايفها الخصائص هذه محجوبه عني. وين تذكر لما كنا نستخدم الاس سي زي السكانر، لما نجي نعرف السكانر كنا نقول اس سي تمام يساوي نيو مثلا السكانر. انا بحاول اقرب لكم المثال، على مثال احنا بنعرف واي سيستم دوت ان مثلا تمام. خلينا نعمل الامبورت، هي امبورت له تمام. كنا لما نيجي نستخدم هذا الاوبجكت نعمل اس سي دوت، تطلع عندي دوال كتيرة، هيها شايفها دوال. ممكن بعض الخصائص طبعا، كيف بدي اميز الدالة عن الخاصية؟ باللون. هذا لونها احمر يعني دالة دالة دالة، لونها ازرق بتكون خاصية. النقطة هذه لما تكون لونها احمر يعني ايش؟ هذا في النت بينز، بعرفش في الانتليجي كيف بيميزوا الدالة عن الخاصية. بس الدالة هيها كلهم هدول دوال، ما في ولا خاصية مبينة عندي، خصائص محجوبة عني تمام، مخفية اوكي لانها برايفت خاصة. هذا نفس الاشي لو انا في الستودنت، خلينا نعطيها هاي في الستودنت اس تي واحد، انا ايش بشوف؟ فيش ولا دالة ولا حتى خاصية. طب هدول الدوال من وين يا استاذ؟ اللي بيعرف من وين هدول الدوال يعني بيكون مصحصح معنا وفاهم. يعني يبقى هذا كلاس انشأت منه اوبجكت تمام، سميته اس تي واحد واستخدمت الباني الافتراضي في بنائه، يبقى اس تي واحد اخذ القيم الافتراضيه. طب لو انا بدي اروح اعمل ستودنت بدي اعمل كلاس، بدي اعمل اوبجكت ثاني جديد اسميه ستودنت 2 يساوي نيو ستودنت، لكن في هذه الحاله بدي استخدم ايش؟ الكونستراكتور الباني الثاني. فطلع معايا انت عشان تعرف ايش بياخد هذا الكونستراكتور اضغط كنترول ماستر بس وشوف. هاي في عندك الكونستراكتور الاولاني هي الفاضي اللي احنا استخدمناه في ستودنت واحد، وهي عندك ايش الكونستراكتور الثاني هي طبعا تقدر تشوفه هنا او تقدر تشوفه فوق. هاي الكونستراكتور الثاني اللي احنا بنيناه قبل شوي اللي بياخد اللاست نيم والفيرست نيم و خلينا نقول مثلا اللاست نيم، اللاست نيم مثلا حسن اوكي، الفيرست نيم مثلا علي. ايش بياخد بعدين؟ طبعا انا مش شايف فبعمل كنترول مسطره، هاي ببين عندي بروج او برجع للكود يعني بروج اللي هو البروجرام. يعني مثلا نفترض بيدرس اي تي تمام فاصله، ايش كمان بياخد؟ خلينا نمسح. بعد هيك بياخد الليفل انتجر يعني مثلا مستوى اول تمام فاصلة. بعدين بياخد الاي دي، الاي دي عبارة عن سترينج، يبقى هاي معها واحد 2020 مثلا 0001 مثلا، اعطي رقم واحد فاصلة.
الجندر ميل، تمام فاصلة. ايش في كمان؟ التليفون مثلا، هاي مثلا 2555، هاي رقم. اوكي هاي فاصلة مضبوطة. اذا هذا الستودنت الاثنين، ستودنت اثنين كائن جديد، لكن اعطيناه ايش؟ خصائص مختلفة، اللي هي حسن علي اي تي مثلا، تمام، او علي حسن من الاي تي، رقمه او هو مستوى اول، رقمه هيو ميل، وهي رقم تليفونه. ممكن انشئ كلاس تا، او ممكن انشئ اوبجكت ثالث، ممكن انشئ اوبجكت. هيدا انسخ الكود نفسه عشان ما اقولش كارير فيه. هاي ستودنت ثلاثة، ستودنت ثلاثة، ومثلا اسمه خلينا نكتب هاي وليد، هاي احمد، مثلا مش من الاي تي، من الهندسة مثلا انجينيرينج، سنة مثلا ثالثة، رقمه مثلا اي رقم هيك، مين هاي رقم تليفونه مثلا، اي رقم تليفون، تمام. هاي عندي ثلاثة اوبجكت. الاوبجكت الاولاني اللي هو الافتراضي، اخذت فيه الخصائص الافتراضية، وهي الاوبجكت الثاني اللي هو علي حسن، وهي الاوبجكت الثالث. الان هذول الاوبجكتس انا انشاتهم من الباني، من الكلاس اللي اسمها ستودنت. لكن كيف بدي اقرا الخصائص هذه، او كيف بدي اطبع الخصائص هذه اللي انا موجوده عندي؟ فانا لازم انا هنا جوا طبعا، لانهم هذول برايفت ما بقدر اصل لهم، وانا مررتهم عن طريق الباني، فما بقدر اصل لهم نهائيا الا عبر الدوال. فانا بدي انشئ داله، هاي داله جديده بسميها هاي public void، ما بدهاش ترجع اشي. طبعا لاحظ انه الكونستراكتور ما استخدمت لا void ولا ما يحزنون، هذا ما برجع اشي. void بتسميه print data underscore data، print all data مثلا، او خصائص، خلاص بس هيك. وجوه بدي استخدم system put out put print، تمام 9 بالترتيب بدي اطبعهم. مثلا ها ال last name، last name، تمام، هاي زائد ال last name. اذا هي عندي print data، دالة بتطبع كل الخصائص. لاحظوا انه هذه الدالة public، لكن باقي الخصائص private، فأنا ما بقدر أصل للخصائص هذول إلا عبر الدالة هذه. فأنا بتحكم في هذه الدالة، مين أطبع، مين البيانات اللي أطبعها. ممكن في بيانات ما بدي أطبعها، زي الباسورد مثلا، ممكن ما أطبعها لو كان في للطالب باسورد مثلا. فهي ميزة التغليف، هذه التغليف بنحكي عنها. فنرجع للمين كلاس الآن. في المين كلاس كيف بدي أطبع الخصائص؟ باجي بقول له سيستم، أو عفوا على طول ST1 دوت، شفتوا هي طلعت دالة برنت، هيها وينها؟ هي برنت داتا، برنت داتا. طيب اس تي، هي واحدة واحدة، اس تي واحد برنت داتا. ايش راح يطبع المفترض؟ الان راح يطبع اللي هو البيانات اللي اخذها لما انشأته. لما انشأته انا ما اعطيته بيانات، فهو راح استدعى اي باني، استدعى الباني هذا الافتراضي، فراح اخذ البيانات الغبية هذه اللي هي لاست نيم، فيرست نيم، اللي هي الدمي داتا بنسميها. نجرب، شغل. فهيها جمل الطباعة، هاي last name first name والبروجرام والليفل الاي دي والجندر والتليفون، يعني شغلات الدامي. طب لو قلنا له اطبع اس تي 2، مش اس تي 1، اس تي 2 دوت برنت داتا، راح يطبع بيانات اللي هو علي حسن. هذا ينفذ، هاي طبعا last name حسن، الفيرست نيم علي، البروجرام اي تي ليفل 1 اللي هي بيانات اللي دخلناها، اس تي 3 نفس الاشي راح يطبع بيانات اللي هو الطالب الثالث. ما ممكن اكررها كيف ما بدي يعني، هذه الداله يعني لو كررتها هيك، هنا حطيت اس تي 2 هنا 1، هيطبعهم ورا بعض تمام. واي اس تي 3 دوت برنت داتا، اوكي، ورا بعض راح يحط.